لتسليط الضوء أكثر على التظاهرات التي ستشهدها الناصرية اليوم رفضا لسياسات الحكومة وقواتها الأمنية القمعية ضد المتظاهرين، ينضم إلينا كاظم ماجد الناشط في التظاهرات عبر الهاتف من ساحة الحبوبي. أهلا ومرحبا بك أستاذ كاظم. أهلا وسهلا بك وتحية طيبة لك ولقناتكم الكريمة. حياك الله. بداية، وأنتم في ساحة الحبوبي، هل لك أن تصف لنا الأوضاع عندكم ومدى استجابة المتظاهرين لدعوات التظاهر اليوم رفضا لاستهداف الناشطين؟ وصلت قبل قليل إلى ساحة الحبوبي حيث وجدت أعداد كبيرة تحتشد في الساحة، بحيث أصبحت الساحة لا تستوعب هذه الأعداد، وهناك الكثير هم قادمين من مناطق مختلفة من المحافظة، حيث جاءت هذه الاحتجاجات تعبيرا واستنكارا على حملة الانتخابات، عفوا حملة الاعتقالات التي شنتها قوات النظام القمعية بحق المتظاهرين بعد احراق ساحة الحبوبي، حيث قامت هذه القوات باعتقال عدد من المتظاهرين وترويع عوائلهم واحتقالهم بطريقة غير أصولية. أيضا من خلال زيارتنا إلى بعض المعتقلين التي تم الإفراج عنهم، ذكروا لنا بأنهم قد تمت بحقهم ممارسات تعذيب بأساليب غير أخلاقية يندى لها الجبين. هذه المظاهرات يؤكد حاليا أبناء ذي قار بأنها لن تنتهي حتى تتحقق كافة المطالب المشروعة، وأهمها قتلة المتظاهرين يجب محاسبتهم وأمام الملأ وعلنا. وهناك عدد من المعتقلين لا زالوا يرزحون في زنزانات السجون للنظام القمعي. طيب، على ذكر استهداف الناشطين، نريد أن نقف على عدد الاستهدافات التي طالت النشطاء والمتظاهرين خلال الأسابيع الماضية، كم هي؟ سيد الكريم، لا توجد إحصائية يعني دقيقة، لكنه لا تكاد لا تمر ليلة حتى يتم احتقال متظاهر أو استهداف منزل بعبوة صوتية أو تهديد نشطاء. كل ليلة يتم استهداف منزل وتفجير بالعبوات، سواء الصوتية أو بطريقة رمي الطاقات على بيوت المتظاهرين السلميين. هذه الحملة تمت بالاتفاق طبعا بين الحكومة والميليشيات. هناك نقطة مهمة، حاليا الملف الأمني في ذي قار لا نستطيع أن نقول أن القوات الأمنية هي من تدير هذا الملف، بل أن هناك ميليشيا متنفذة هي من تسيطر على الملف الأمني في محافظة ذي قار. طيب، استهداف الناشطين شهد خلال الأسابيع الماضية تحولا نوعيا، وهو استخدام وسائل جديدة مثل العبوات الناسفة، اقتحام المنازل بغرض التصفية. ما هو تفسيركم لهذا التحول من القوات الأمنية والميليشيات؟ بصراحة كيف أقف لك الوضع حاليا؟ طبعا الحكومة نسترجع قليلا بعض ما تم تسجيله من ملاحظات. بعد احراق القيم مباشرة، حملة احتقالات، ثم استهداف نشطاء مدنيين، وخلية أزمة. هي في الحقيقة يعني خلية الأزمة فعلا، يعني كما سميت هي خلية أزمة وليس خلية حل أزمة. هذه خلية الأزمة، وبالتعاون مع الميليشيات المتواجدة المتنفذة حاليا على الملف الأمني في ذي قار، جاءت لفرض الاعتصامات ولشن حملة قمعية بحق المتظاهرين بهدف إخماد ثورة تشرين التي أصبحت محافظة ذي قار هي عاصمتها الأولى. إلا أن كل هذه الإجراءات القمعية قد قوبلت بالرفض وفشلت تماما. أنت تسمع الآن هذه الأصوات، حيث هناك مئات المتظاهرين يتواجدون في ساحة الحبوبي، وهناك أعداد أخرى قادمة لا زالت من المحافظة البعيدة والقريبة. أبناء ذي قار عقدوا العزم على أن لا ينسحبوا وأن يجعلوا ساحة الحبوبي هي عاصمة الثورة حتى تتحقق كافة المطالب التي نزل من أجلها المتظاهرين السلميين. طيب، في هذا الخصوص، بعد أن سيطرتم على ساحة الحبوبي والطرق المؤدية لها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن قمتم بطرد القوات الأمنية،
ما هو رد فعل القوات الأمنية والميليشيات ودرجة العنف التي استخدمته مع المتظاهرين بعد ذلك؟ كما ذكرت لك بأن الملف الأمني حاليا يدار من قبل ميليشيا متنفذة كانت تشاركنا التظاهر في ساحة الحبوبي، ظنا منها بأن متظاهري ذقار سيكونون آلة وأداة طيعة بيد هذه الميليشيات، وبعد أن فشلت هذه الميليشيا في الوصول إلى أغراضها انقلبت على ساحة التظاهر وقمعت المتظاهرين بلباس أمني. وحاليا تتوفر لدينا معلومات بأن هذه الميليشيا سوف تتقمص زي القوات الأمنية، وأنها قد تدخل للمتظاهرين بملابس القوات الاتحادية. أيضا من خلال زيارتنا إلى بعض المعتقلين وصل قبل قليل أحد المصابين وهو الأخ هشام السومري، قد تم تعذيبه على يد هذه الميليشيات المنفلتة وكسر ثلاثة من أسنانه وإصابات بليغة في مختلف الأماكن في جسده. حاليا هو يؤشر لي يروي لي ما قد تعرض له، وإن شئتم فسوف يتحدث إليكم مباشرة حاليا. نعم كاظم ماجد الناشط في التظاهرات، كنت معنا من ساحة حبوبي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.